Bismillahirrahmanirrahim. This is the last. Bismillahirrahmanirrahim. Today we talk about the pelvic girdle in anatomy. Okay. الحزام الحوضي. هذا هو الحزام الحوضي الذي يتألف من وركين, ورك الأيمن والورك الأيسر. قلنا تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن الأبندكولار سكلتون والشولدر جيردل, الحزام الكتفي. اوكي, هذا هو الحزام الكتفي اللي تكلمنا عنه. هذا الحزام الكتفي اللي بكلافيكول ومع الكتف, وهنا مفصل الكتف, هنا العضد, وهنا الساعد, وهنا الرسغ, وهنا اليد. اوكي, هذا اللي بيد دكتور سكلتون والسايد تقريبا في طرفه 70 عمود. سبعين. اوكي, فيما هذا الحوض الكتفي بلفي جيردل هو اللي يتألف منين؟ من البلفس, من الإيليوم, من الساكرم, مفصل الساكرو إليوك جوينت بوث سايد. هذا هنا الساكرو إليوك جوينت. اوكي, وبعدين هو عبارة عن ثلاث عظام, الإيليوم والبيوبس والإسكيوم, وذن يلتقن يشكل سول الاستابيلوم مقعر اللي هو الحفرة دي, حفرة يستقر بها رأس الفخذ, فيصير المفصل هنا يسمونه الهيب جوينت, مفصل الورك. هذا مفصل كمفصل, هذا مفصل الورك, مثل ما هذا مفصل الكتف, هذا وهذا مفصل الكتف شولدر جيردل شولدر جوينت, هذا مفصل الورك. هذا البلفس الإشارة إليه, وهذا الثاي بون اللي هو الفخذ, ثاي بون الفيمر, وهذا الني جوينت, ني كاب, يعني كاب يسموها الباتنة, الباتنة هاي يعني شنو؟ الباتنة يعني عظم الرابطة. اوكي, وهاي التبية عظم القصبة, وهذه الفيبيولا الصغيرة عظم الشظية. اوكي, وهذا الترس تارسلز يعني عظام الكاحل, عظام القدم, مفصل القدم, مفصل الكاحل اللي اسمه تارسلز, والميتا تارسلز عظام مشط القدم, والفالنجيز اللي هو سلاميات أصابع القدم, سلاميات أصابع القدم. هذا الطرف الأسفل اللي هو تابع أيضا الأبندكولار سكلتون. أوكي, نجي للهيب بونز. الهيب بونز هو هذا الهيب بونز اللي هو هذا الإيليوم, ساي إليك فوسي بالإليوم إليك بون, هذا الإيليوم إيليوم إليك بون كامل. أوكي, هذا يسمونه إليك كريست, حافة تصل بين الإليك بون, وهذا الإليك فوسي حافة من الإليك بون. أوكي, هذا الإليك بون الإليوم, وهذا الساكرم, هذا شو يسمونه الساكرم الليل حد هنا. زين, فعندنا ساكرو إليك جوينت, ساكرو إليك جوينت, هذا الجوينت, هذا المفصل, هذا الساكرو إليك جوينت, هذا المفصل ساكرو إليك. عظام الحوض ثلاثة تتألف من الإليم إليك بون والبيوبيك بون والإسكيوم, ثلاثة وين يتلقن يشكل إن هذه الحفرة, حفرة الإستابيلوم, الإستابيلوم اللي هنا يستقر شنو هو الهيد أوف فيمر, هنا يستقر شنو الهيد أوف
يونيو. اوكي، على كده في ماضي استخدمان بنستعمله بشكل مفصل من الهيب جوينت، يسمونه مفصل الوك على الاستابيلوم. ما يستغفر الهيد اوف فيمر. اوكي، هذا اللي هو ثلاث اورام، هذا الاليك بون والهيليوم، الهيليوم اللي هو ترانجليت كارتليت، ترانجليت كارتليت جامد، جزء من الهيليوم والجزء البوبس بوبك بون والاسكيوم، ثلاثتين في شكل اللي بنسب معينة الاستابيلوم اللي هو مكان مفصل الهيب بوينت. هذا اللي هو الاكستريميتيز، هذا من الهيب، هذا الفيمور، هذا الفيمور، هذا عظم القصبة، هذا عظم الشرية، هذا الباتلة الرغفة، هذا التارسال بون عظام كاحل القدم، وهنا الميتاتارسال مش القدم، وهنا أصابع. اوكي، نجي للفيمر، فيمر ارتكليت ابوف ذا استابيلوم، مثل ما قلنا هذا الاستابيلوم اللي يشكل من ثلاث عظام اللي هنا هن ثلاث عظام الهيبويد اللي هو هذا عظم اليم، اليم او هذا يمر ارتكليت استابيلوم تفورم هيب جوينتس بلو ذا تبيت فورم ذا ني جوينت. اوكي، هذا الاليم وهذا البيوبيك بون، هذا الاسكيم البيوبيك، ثلاثة تنشي شكل الاستابيلوم اللي يستقر بين اسف الشكل. هذا الهيد اوف فيمر، هذا النيك اوف فيمر، وهذا تروكانتر جريت تروكانتر، وهذا ليزر تروكانتر بروزات كبرى او الحافة الكبرى والحافة الصغرى، ليزر تروكانتر. هذا الشيفت اوف فيمر، الشيفت، وهنا الكوندايلز يسمونها، نادر الكوندايل ومدير الكوندايلز، هنا مكان انت مفصل مع من؟ مع عظم القصبة، وكذلك مع الرضفة، الرضفة الركبة، في مفصل يسميه كله يسميه الني جوينت، هذا نسميه الني جوينت، هنا هذا شو نسميه؟ الهيب جوينت، هذا شنو؟ عظم الفخذ. نجي البوز اوف ليك اللي هي هذه الباتيلا الرضفة والتبية القصبة والفدولة الشظية في المفصل، هذا المفصل شو يسمونه؟ هذا المفصل يسمونه ني جوينت، ني جوينت، بين مفصلين بين الفيمر والباتيلا وبين الفيمر والقصبة، وهذا هذا الني جوينت مفصل الركبة، هذا الباتلة وهو يسمونه السيسموييد بون، وهي the largest sesamoid bone in the body، أكبر عظم السيسموييد اللي هي العظام اللي تكون في نهاية التندنز واللي تقلل الاحتكاك بين التندن وبين العظم بشكل مباشر، هذا يسمونه الباتلة. اوكي، اتس تراينجولر، شكلها مثلث، اتس ابيكس لاي انفيريرلي، يعني هالشكل هذا، هالشكل الابيكس انفيرير، باتلة شوفوا شكلها مثلث. اوكي، البوستيريور سيرفيس ارتكليت ود كوندايل او فيمر، منك تتمفصل مع هاي الكوندايل او فيمر، البوستيريور سيرفيس بعد
but the situated and exposed bush in front of me كان easily be updated وتقدر تلمس احنا الرفعه فقط جلد فوقها separated from skin by important subcutaneous tissue هنا هنا بينها وبين الجلد فقط subcutaneous tissue نجي للتبية اللي هي عظم القصبة هذا التبية هذا منا شوفوا هذا التبية هذا التبية زين الأبر إند هذا أوف تبية يسمونه الأبر إند لاترال أن ميديال شنو كوندايلز هذا لاترال أن ميديال كوندايلز أوف تبية هاي الأبر إند ويسمونها تيبيال بلاتو تيبيال بلاتو كوندايلز اكثر شيء تستخدم للفيمور هاي تيبيال بلاتو اوكي ارتكليت وذ لاترال ميديال كون ان ميديال كوندايل هاي الكوندايل كوندايلز مال من مال الفيمور يصير ارتكليشن وذ ات اوكي lateral condyle process on its lateral aspect small circular facet for head of fibula هذا lateral condyle هذا lateral condyle اكو facet مع حتى المن يتوصل مع الهيد اوف فيبولا الشظية سنات المفصل اوكي الشفت هذا الشفت اوف فيبولا اذا نقص القطعة بالعرض شوف شو نشوفه بثلاث وبثلاث حواف ثلاث حدود anterior medial and medial surface between them يعني anterior and medial surface between them are subcutaneous the anterior border is prominent and form the chin هذا anterior border جدا حادس عظم الساق قسم تلمسون الساق او تلمس هذا العظم اللي تحت الجليد بشكل مباشر يسمونه تشن اللور اند هاي النهاية اوف تبيا كسبان شوية يعني تتمدد كسبان on its inferior surface so saddle shape articular surface هذا saddle shape مثل السرج articular surface for talus حتى يجي هنا عظم التالس هذا ويقعد عظم التالس هو عظام شنو كاحل القدم اللي يقابل الرسغ نظام تحت الام هنا فالتيبيا يسمونه تيبيو تالر لجمل تيبيو تالر لجمل او تيبيو تالر جوينت سو لاتر سيرفس اوف ميديال ماليولاس هذا لاتر سيرفس اوف ميديال ماليولاس ارتكوليت وذ تيرس اند ذا لور اند اوف ذا تيبيا شو وايد رف ديبريشن اون لاتر سيرفس ارتكوليت هنا ديبرشن بالارتيكولار سيرفيس يتوصل مع من؟ يتوصل مع الجبيلة أيضا فإذا عندنا هنا التيبيا تتوصل مفصلين مع التالس مول هذا الأحمر ومع من؟ مع عظم الشظية الجبيلة نجي لعظم الشظية هذا الصغير الجبيلة شوفوا هذا هنا الهيد مالته يتوصل فوق مع القصبة المفصل مع البلاتو هنا بينيك وبشافت وبعدين النهاية اللاترال ماليولس مالته قبل هي يتمفصل معاه من مع اللور اند اوف تيبيا الشافت از لونج سلندر هذا لونج سلندر هاز فور بوردرز اند فور سيرفيسز اوكي اللور اند اوف فيبولا فورم تراينجولار لاترال ماليولس هذا هاي مثلث اللاترال ماليولاس اللورين تحت الجلد نتلمسها على السطح الانسي وفلات ماليولاس عند ميديال سيرفيس اوف لاتر ماليولاس تراينجولار ارتكولار فاسيت فور ارتكوليشن اوف لاتر اسبكت اوف تالاس اوكي هنا على الميديال سيرفيس مال لاتر ماليولاس يصيرنا كسير بس هنا ايضا مفصل مع تالس مع فحل اوكي الابر اند اور هيد سراوند باي ستايلويد بروسس
versus articular surface with the lateral condyle of TB. Yeah. Shaft genne long bir slender için anne. Lower end of fibula form triangular subcutaneous طبعا والمليولس على الجانب مالها تسوي لها articulation with the talus below behind the articular surface is depression called malleolar fossa. نعم depression يسمونه malleolar fossa. نجي للبونز اوف فوت اللي هي شنو تارسال بونز اللي هن تارسال بدل ما 8 بالرسغ 7 هنا 7 ويبدأ بالكبير الكالكينيوم هذا العظم الكاحل هذا الكالكينيوم و البي تالس هذا التالس و السي كيوبويد كيوبويد بون اوكي ودينا فيكولا هذا الاثنين شكل زين هذا الاثنين هم يصير الصف هذا الاثنين واحد فوق الثاني الكالكينيوم والتالس وذن ثلاثة سوى اللي هن كيونيفورم كيونيفورمز زين اللاترال كيونيفورم الترميديات كيونيفورم الميديان كيونيفورم فصاروا كلهم سبعة والميتا تارسلز خمسة فيرس ميتا تارسل اللي ينتهي لنا إلى الثم البكتو يسمونه هنا مو ثم يسمونه بكتو والسكند ثيرد فورث فيفث ميتا تارسل وكل واحد أيضا عنده ثلاث سلاميات ثري فرنجيز أوكي ما عدا البكتو اللي هو بي بروكزيمال أون ديستال فرنجيز فقط نجي للكالكينيوم أو كالكينيوس هذا الأخضر الكاحل اللي هو يشكل عليه يستند كل وزن الجسم لارجست بون أكبر عظام الكاحل وهو اللي بين منطقة الشاز هذا الكعب الكعب يشكل الكعب أوكي ويتمفصل مع تالس الفرونت فيد زين و ابوف هذا التالس التالس الاعلى منه اللي قاعد بالضبط عليه ويتمر ومع من مع الكيوبويد الكيوبويد بون بي 6 سيرفيسز ست سطوح لل كالكينيوم نجي للتالس ارتكليت ابوف ومع من بالانكل جوينت مع عمل مع التبيا وفيبولا بلو ذا كالكينيوم مثل ما قلنا ان فرونت نافيكولار بون بوسس هيد نيك اند بودي هذا التالس هذا الكالكينيوم وهذا التالس يتمفصل مع الانكل جوينت يعني مع التبيا والفيبولا وهنا مع النافيكولار بون وإلى هيد نيك اند بودي اوكي الهيد دايركت ديستالي اند هاز اوفر كونفكس ارتكولار سيرفيس فور ارتكوليشن وذ نافيكولار بون الهيد هذا عنده يسوي له ارتكوليشن وذ ذيس نافيكولار بون اوكي بعد نيك لاي بوستيريور تو ذا هيد اند سلايتلي نارو نارو بوستيريور تو ذا هيد بعد البادي كيوبويدال سوبرير سيرفيس ارتكوليت وذ ديستال اند اوف تيبيا اتس كونفكس فروم بيفور باكورد اند سلايتلي كونكيف فروم سايد تو سايد لاترال سيرفيس بريزنت تريانجولار ارتكولار فاسيت فور ارتكوليشن وذ ذا لاترال مالولس اوف فيبولا اتس ميديال سيرفيس هاز ا سمول كومو شيب ارتكولار فاسيت فور ارتكوليشن وذ ذا ميديال مالولس اوف ذا تيبيا اوكي نجي للكيوبويد بون هذا الكيوبويد بون الأخضر هسه most lateral of bones in the distal row
for tarsus. It is roughly cuboidal, cubical in shape and present prominence in inferior surface, the tuberosity of the cuboid. Okay. Navicular bone. هذا أيضا tuberosity, هذا navicular bone. الأخضر اللي هو هذا الثاني, هذا هو هذا ثاني كيبويد وهذا نافيكولر. إذا إحنا خلصنا كالكينيوم, هذا الكالكينيوم والأصفر الصناعي وهذا التالس, زين هذا الكالكينيوم وهذا التالس وهذا الكيبويد وهذا النافيكولر بون. طبعا مش شايف واضح التمفصل مع الكالكينيوم يتمفصل مع من؟ مع الكيبويد, وكذلك التالس مع الكيبويد, والثالث مع من يتمفصل مع النافيكولر. نجي النافيكولر tuberosity can be seen and felt in the medial border of the foot. تقدر تلمسه الجزء الجانب الأنسي من الفوت 2.5 سنتيمتر in front and below medial malleolus. medial malleolus باعتبار احنا نقدر نتلمسه مرت التبية بشكل مباشر, زين. الكيونيفورم بونز إذن ثلاثتهم small wedge shape cuneiform articulated proximally with the navicular bone and distal with the first three metatarsal. first three metatarsal هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث, لأن مفصلون منها فوق مع من؟ مع النافيكولر بون, مع بالجانب مع من؟ مع الكيونيفورم بون. اوكي, يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. يبقى الميتاتارسرز اللي هن عظام المشط مثل ما قلنا شرحنا عنهم, أنه الميتاتارسر أيضا خمسة, و الفيرس وان يصير عليه سلاميات البيكتو اللي هو مكان الثمب, يعادل الثمب يعادل الإبهام, إبهام القدم هنا. اوكي, هذا الفيرست واللي هو ينتهي الى اصبع البيكتو اللي به تو فالنكس سلاميات اثنين, وبقية الاصابع هي كل واحدة ثلاث سلاميات. اوكي, هاي الميتاتارسلز, هذا شورتر من اللي ينتهي إلى مثل ما بالهاند, أيضا هذا شورتر ينتهي إلى الإبهام بسلاميتين البروكزمال والديستال. أوكي, في حين البقية بروكزمال بدون ديستال فالنكس, بروكزمال بدون ديستال وهكذا. هذا اللي عظام شنو؟ تارسل. وهذا اللي الميتاتارسل, وهذا اللي الفالنجيز. أوكي, والترسل قلنا هنا بدل ما 8-7 هذا الأول تالس, بعدين الكالكينيوم, وش الكالكينيوم؟ هذا نافيكولا, سوري هذا كيبويت, هذا نافيكولا, بعدين الكيونيفورم ذني ثلاثتين اللي يتوصل مع الترسلز. الترسل 1, 2, 3, 4, 5 هذا shorter and bigger and thicker and wider. اوكي, تصل بسلاميتين والبقية تصل بثلاث سلاميات اللي هو phalanges اللي هن proximal middle distal proximal middle distal proximal, في حين بالبكتو فقط proximal and distal.